ممرضة تولين. يا له من يوم جميل يا رومبا. رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة تولين قادمة، لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. لا بأس يا كرز، أنا هنا. كلي، أين مكان الألم؟ لا تقلقي يا لين، أنا بخير. لين تحب أن تكون ممرضة، صحيح يا رومبا؟ لا، إنها قادمة إلى هنا. لا يويو قبل أن تتحسن يا رومبا، والقفز أيضا ممنوع يا رومبا. حسنا يا ممرضة لين. أصبحت بارعة في لعب دور الممرضة يا لين. شكرا يا روزي، كم أتمنى لو لم يكن لعبا. أتمنى أن يكون عندي مريض، شخص أعتني به فعلا. لا بأس يا زهرة دوار الشمس، لا تحزني هكذا. أوبس، آسف، حركة بارعة يا بينون. ألا ترى أن عليك أن تتمهل وأنت على المزلاج؟ قد تصاب بأذى. مستحيل، سأسجل رقما قياسيا. الوقت الأسرع من تلة فكري إلى بيت روزي. هل تود أن تراني؟ لا شكراً، لدي عمل آخر أهتم به. أنا قلق على زهرة دوار الشمس، إنها تبدو كئيبة باستمرار. أرجو أن تكون بخير. اذهب بها إلى روزي، هي ستتصرف. هيا بنا، سأتدرب على حركاتي. وهي هوب أوبس. أو ابقى مكانك يا رومبا، أنا هنا. لا بأس، أنا بخير. ظننت أنك ستكون المريضة الحقيقية الأول للممرضة لين. لابد أن أجد مريضاً ما. روزي، لتحصل لين على مريضها يجب أن يتأذى أحد أو يمرض. نعم، وهذا ما لا تتمناه لين أبداً. انتهينا يا فكري، تحسنت. ولكن يا لين، أنا أنفي لا يشكو من أي شيء. ربما سيصاب لاحقاً، فالأنوف أمرها غريب. عشي، لقد تكسر. هل أصبت بأذى يا بلبلة؟ أنا لا، ولكن انظر إلى العش. هذا لحسن الحظ، لكن لو أصبت بأذى تأكدي أنني سأعتني بك. لن أصبح أبدا ممرضة حقيقية، فلا أناس هنا أعتني بهم. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. سيصعداني إلى تلة فكري. رائع، سيشاهداني كيف أحطم الرقم القياسي. انتبه يا بينون. رومبا، هل ترى ما أراه؟ أخرجوني، هيا هيا. لا بأس يا بلبلة، سأساعدك. هل أنت على ما يرام يا لين؟ أنا لا أريد لأحد أن يصاب بأذى.
ولكن أريد أن أعتني بأحد وأجعله يتحسن كالممرضة الحقيقية. كلهم يعرفون أنهم إن تأذوا فإن الممرضة لين سوف تساعدهم باللصوق والضمادات، صحيح؟ نعم، هذا صحيح. أو نحن بخير. نعم، ولا أي خدش. ياي، لقد نجحت. ربما عليك أن تتدرب أكثر قبل أن تحطم رقمك القياسي يا كرز. لا داعي. استعد لضبط الوقت. أهلا يا بينون. مرحبا يا روزي، أحتاج إلى المساعدة. إن زهرتي كئيبة وحزينة جدا، هل يمكن أن تفرحيها؟ هل حاولت أن تسقيها بالماء؟ نعم، بالكثير منه. نعم، هل كانت تحت أشعة الشمس؟ نعم، الكثير من الشمس. يهي، ربما تحتاج إلى شيء يسندها، إنها زهرة كبيرة. أصبت يا رومبا، أنت عرفت الآن السبب. حقا؟ نعم، إنها تحتاج المساعدة، هي في حاجة إلى تمريض فعلي. ماذا؟ تمريض؟ نعم، نعم، تحتاج إلى مساعدتي. شكرا يا ممرضة لين. وبفضل الممرضة لين تحسن العش أيضا. وأخيرا اعتنت الممرضة لين بشيء ما، فالأشياء أيضاً تحتاج إلى العناية. هيا جميعاً لنبدأ العد العكسي. هل ساعة التوقيت جاهزة؟ هل أنت مسر يا كرز؟ هيا يا كرز، انتبه جيداً. أتفهم يا كرز؟ 3، 2، 1، انطلاق. والآن السرعة القصوى. هاي. كرز، كرز، هل أنت بخير؟ هل أذيت رجلك يا كرز؟ أم بطنك؟ رقمي القياسي. لا تهتم به الآن، هل تشعر بأي ألم؟ هيا ابتعدوا جميعا، هيا ابتعدوا. هل سيكون بخير؟ سيكون بخير، لكن عليك أن تريحه طويلا. شكرا يا ممرضتي. كرز، ماذا تحاول أن تفعل؟ سأحطم الرقم القياسي وبعدها أستريح. لن تلعب على المزلاج قبل أن يتحسن أصبعك، مفهوم؟ يبدو أن علي أن أهتم بك جيداً، اتفقنا؟ يبدو أن الممرضة لين وجدت مريضها الحقيقي. لين هنا لمساعدتنا، أليس كذلك يا روزي؟ نعم، نعم، هذا صحيح يا رومبا. أعني، لا أحد يعرف متى يحتاج إلى تضميد أو إلى لصوق، صحيح يا روزي؟ نعم يا رومبا، لا أحد يعرف. هل ستساعدني في التخلص من أربطة لين يا رومبا؟ ربما أذهب وأطلب من كرز أن يعيرني مزلاجه إلى أن يتحسن ثانية. ها يا رومبا، هيا عد وخلصني من هذه الأربطة. حسنا يا روزي، أنا قادم. حفل الحصاد.
أجل، أتمنى أن يكون هذا أفضل موسم حصاد. أحب موسم الحصاد، خاصة الحفل الذي يعقبه. موسم الحصاد لذيذ جداً. سيتسع الوقت للأكل لاحقاً. ما زال أمامنا عمل كثير. نعم، هيا جميعاً استمروا في العمل. بلبلة، ألا يجب عليك أن تساعدي في الحصاد؟ أساعد؟ أنا؟ آه نعم بالتأكيد، لن يتدبروا الأمر من دوني. إلى اللقاء يا فكري. نسيتم واحدة وأخرى. أحسنتم جميعاً، لقد انتهى الحصاد يا رفاق. يا إلهي، انظروا إلى هذا. بعض الفواكه والخضروات للأسف أتلفها الصقيع. ماذا سنفعل بكل هذا؟ يا للخسارة. لا تقلق يا بينون، ربما بعضها لم يفسد. ليست جميعها تلفة، هناك بعض الفواكه والخضر الجيدة بينها. هذا البرقوق طعمه لذيذ. السيد والسيدة موردي والسناجب، ماذا يفعلون يا ترى؟ بسرعة، يجب أن تأتوا لتروا هذا. عائلة موردي ألهمتني فكرة. رأيتم؟ أنا لم أفهم. سنصنع بها أريكة؟ لا، ليس تماماً. بما أنهم ابتكروا استخدامات جديدة للفاكهة والخضر، إذن يمكننا التفكير في طرق لاستخدامها. لكنها لينة يا روزي. أجل، لكن ربما هذا ليس شيئاً سيئاً أبداً. هيا يا بينون، ساعدني في حمل الخضروات اللينة إلى بيت اللعب وسأريك. حسناً يا روزي. حاولوا استخدام أكبر كمية ممكنة من المحصول، يمكننا بهذا أن ننجح موسم الحصاد. مستعدة يا روزي؟ عظيم، فلنذهب. أنا أعرف ماذا أفعل بهذه. ماذا ستفعل بكل هذا يا كرز؟ سوف ترى يا رومبا. حسناً، يبدو أنني سأكون رئيس الذواقين وحدي هنا. شهي. ماذا تفعلين؟ أوه يا إلهي، أصبحت أكثر ليناً. أجل، الفاكهة اللينة تصنع عصيراً شهياً. هيا تذوق. هذا أفضل عصير في العالم حقاً. أحسنت يا روزي. أرأيت؟ لم نخسر كل هذا المحصول، فقط علينا استخدامه بطريقة مختلفة. لا 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 لو لو لو. رأيت الرسمة بالبطاطا من قبل مرات كثيرة جدا. ليست كهذه. ماذا تفعلين؟ سترى. رائع، ها هذا مدهش. ياه. اقترب موعد حفل الحصاد يا بينون. أجل، ما الأمر؟ ألست متحمساً؟ حسناً، بالتأكيد من الرائع أنك نجحت في استخدام بعض من الفاكهة، ولكن ما زلت مستاء بشدة لخسارة المحصول.
أنا أكره الخسارة. تركت العجينة كما طلبت مني، ولكن أظن أنني مستعد لأفعل ما تريدينه الآن. انتظر. أمسكي جيدا يا لين. إلى اليسار، إلى اليمين. رائع، منزلي وحديقتي رائعان يا لين. كيف فعلت هذا؟ لقد قمت باستخدام البطاطا. البطاطا؟ أهلا إلى حفلك المتميز للحصاد يا بينون. لكن ماذا عن بقية الخضروات؟ أين اختفت كلها؟ إنها هنا في الفطيرة الضخمة. حقا؟ نعم، لين ساعدتني. أرأيت يا بينون؟ لم تبدو الفواكه والخضر جيدة، لكنها كانت صالحة للأكل. تفضل تذوقها. حسناً. جهية، هذه أفضل فطيرة خضروات تذوقتها. هيا فليبدأ الحفل. لكن أين رومبا؟ لا يمكن إقامة الحفل من دونه. اطمئني يا روزي، سنجده. انظروا، بذرة برقوق. لقد كان رومبا يأكله في الصباح. قلب تفاحة؟ وأنا أيضاً وجدت بقايا جزرة. لابد أنها إشارات. بسرعة فلنتتبعها. مرحبا بكم. يا رومبا، انظر ماذا فعلت من فوضى. انا اسف، يبدو انني احدثت فوضى. اعتذر عن الفوضى يا بينون. لا بأس يا رومبا، ذكرتني بان الفضلات احيانا تكون مفيدة. الفضلات؟ كيف؟ بسيطة، لو جمعت هذه البذور ونوى الفواكه وزرعتها سيكون موسم الحصاد القادم أكبر. رائع، فكرة جيدة. وبقية الفضلات ستتحول إلى تربة جديدة اسمها سماد لتغذي النباتات. إذن لم نخسر أي شيء في موسم الحصاد يا بينون. لم نخسر شيء، والآن الموسم القادم سيكون أكبر من هذا. رائع. وقت الاحتفال. لا نحتاج سوى الموسيقى. يا إلهي، ليست هذه الصافرة. ماذا تفعل هنا يا إد؟ إنها تعمل. هذا أفضل حفل للحصاد. شكراً يا روزي. لم نخسر أي شيء من المحصول يا فكري، وصنع رومبا سافرة بالجزر، أليس كذلك؟ يبدو الأمر ممتعاً. رومبا، لا أصدق أنت ما زلت جائعاً، ألم تشبع؟ كدت أنتهي. أغمضي عيناك يا روزي. تدا، عقد من بذور البطيخ. رومبا، إنه يعجبني. أشكرك. أنت لن تأكل هذه الثمرة بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا تقولي هذا، هذه متميزة، كنت أدخرها. لماذا يا رومبا؟ سوف أصنع منها طبلاً جميلاً. خالي بينون. رومبا، أخبرني، هل تحركت؟ أنا جالس من ألف سنة، هل ألقي نظرة؟
ليس قبل إنهاء الرسم. لا تتحرك. من هذا يا ترى؟ لا تغش يا رومبا. أهلا يا بينون. أهلا روزي. ها هو. من هو يا بينون؟ أين ذهب الآن؟ كمون. كمون هو ابن أختي، سيمضي يومه معي. ألا يبدو لطيفا؟ بلى. مرحبا يا كم. مون. عيب أن تفعل هذا. جوحة. حسنا، هيا بنا، هيا هيا. واو، إنه نشيط جدا. واضح أني سأرسم لك رسما جديدا. خالي. عصفوة. اسمي بلبلة، وأنت من تكون؟ إنه ابن أختي كمون، إنه لطيف للغاية. وأنت متأخر جدا. تذكرت. أنت وعدتني أن نتنزه ونجمع العيدان. آسف، نسيت. أنا كنت مشغولا مع كمون. نسيت؟ الصديق لا ينسى صديقه. أسبوع بلبلة. حسنا، إذا وجد بينون رفيقا جديدا فسأقلده. سأجد لي رفيقا. رفيقا سحريا. هل لي أن أعترض؟ لا، اعتراضك مرفوض، والحركة أيضا. أنت ابتعدي عني. وهذان هما صديقاي العزيزان. روزي ورومبا. عذرا. فلفلة تحييكما. فلفلة، لكن لا أحد هنا. وما أدراك، إنها صديقتي العجيبة، لا أحد يراها غيري. هذا حقاً؟ طبعاً، لا يمكنك رؤيتها، إنها خفية. صحيح. أهلاً يا فلفلة. أهلاً بك يا فلفلة. تعالي يا فلفلة لنتركهما. هيا سأريك الملعب. أصوع. ما رأيك في غفوة قصيرة؟ ألست متعبا يا صغيري؟ أنا آسف لأنني نسيتك يا بلبلة. لا يهم، أنا أصلاً مشغولة مع صديقتي الجديدة. دعني أعرفك بفلفلة. إنها سحرية وخفية، ولا تنس، بعكس الآخرين. عصفورة. لست عصفورة. لا تحزن يا كمون، لكن بلبلة لا تريد اللعب معنا. سأطلب لك الإذن كي تركب فيها. من هذا الصغير؟ هو ابن أختي كمون. هل يمكنه ركوب السيارة معكما؟ بالطبع نعم، تفضل يا كمون.
شكرا، الآن سأرتاح. تفضل. هذا رائع. إنه لطيف. إنه ورطة. يلا نام، يلا نام، أحضر له طير الحمام. يلا. وأخيرا لقد نام. أنت مضحكة يا فلفلة. إيه يا بلبلة، انظري، أتريدين دفع السيارة؟ توقف. انظر جيدا أين تمشي. كتة، أن تدهس صديقتي فلفلة. أنا آسف، أنا لم أرها. أنت لم تعد تنتبه لشيء. تعال يا فلفلة، لنذهب إلى تلة فكري، المكان آمن هناك. عصفورة. بلبلة. هذه ابتسامة جميلة. شكرا يا روزي. أنا كنت أحدث فكري. شكرا. وأيضا ابتسامتك. لا تسألوني، لا أريد التحدث بالأمر. ما المشكلة يا بلبلة؟ قالت لا تريد التحدث. بينون نسيني بعد أن كنا نلعب ونمرح، والآن لا يتوقف عن كمون يحب كمون يريد. أظنها غيرانة. لا تتحرك يا رومبا. لذا أردته أن يعرف كم أمرح مع صديقتي الجديدة فلفلة. نعم، ليشعر بال الغيرة. نعم، ويرجوني لألعب معه ثانية، لكنه يفضل اللعب مع ذاك الكمون. مرحبا يا روزي، أقابلت كمون؟ إنه دب لطيف للغاية. والمسكين بينون دب متعب للغاية. عصفورة. بلبلة. حسنا، كمون يريد اللعب مع بلبلة، وبلبلة تريد اللعب مع بينون. إذن لما لا يلعب الجميع معا؟ الخال بينون يحتاج إلى مساعدة عاجلة. عصفورة. بلبلة. بلبلة. حلوة. أتظن هذا حقا؟ بينون لم يخبرني أنك لطيف هكذا. يا بلبلة. آسف لأنني نسيتك، سامحتيني؟ سامحتك. عصفورة. هل انتهيتي؟ هيا يا روزي لنرى. تادا. أين أنا يا روزي؟ هنا. بعدما تكسرت رجلي، هذا أنا؟ الوقوف لا يكسر الرجلين، صدقني. روزي. نعم يا رومبا. من صاحبك المفضل؟ أنت يا رومبا. إذا كنت أنا كذلك، لما رسمتيني صغيراً في اللوحة؟ لأن الأشياء الصغيرة هي الأفضل يا رومبا. كالبقلاوة والتوت والفريز والبيض والخوخ والبسكويت. إلا هذه الدبابير. ابتعدي عني. يا رومبا، كيف تهدي ألعابك وتحتفظ بها؟ هل رأيت فرصة؟
فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، صفحتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. يا أصدقائي، معي كيس من الهدايا. من يريد؟ ياه، طائرة. شكراً يا رومبا، ما مناسبة الهدايا؟ رومبا يهدي ألعابه التي لم يعد يلعب بها. أنت حقاً كريم جداً يا رومبا. إهداء الألعاب فكرة رائعة يا روزي. أرزا، أهلاً، خذي هذا يويو. رومبا، أنت أرنب كريم جداً. لمن يمكن أن نقدم هدية يا روزي؟ لحن جميل. أنت تعرفين ألحاناً كثيرة يا بلبلة. هذه الآلة عزيزة عليك، أليس كذلك يا بلبلة؟ كم أحب آلتي. أعزف عليها جيدا. اسمع. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكرا يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا؟ حسناً، أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. طائرة. أليست رائعة؟ رومبا أهداني إياها. هل تعيرها لكمون قليلاً؟ طبعاً، إن أعرتني أنت هذه. هذا رائع، فسحة كبيرة. لست مشتاقاً إلى ألعابي. ترى هل بلبلة سعيدة بصفارتي؟ اشتقت إليها أليس كذلك؟ أشعر أنني غريب من دونها. ترى هل تعرف كيف تلمعها؟ لما لا تذهب وتسألها؟ من يدري، ربما لم تعد تريدها. هل يمكن أن أستعيدها؟ هل رأيت بلبلة يا بينون؟ لا، آسف. مرحبا يا رومبا، هذه الطائرة رائعة. شكرا. على الرحب، لكن أعطيتك طائرتي، أما هذه فلكرز. هاي، تعال وانظر، الهدايا تبدلت كلها.
صفارتي. أما بلبلة؟ بلبلة! رومبا! شكراً جزيلاً على صفارتك! أوه الواقع! أنا أهديتك الصفارة ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماماً ما تعنيه، إنها رائعة! وبما أنني أعطيتك إياها، لم يعد عندي ما أعزف عليه. أوه مسكين يا رومبا! تفضل، هذه لك! آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة، سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها، أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا، أنت أهديتها، لم تعد صفارتك يحق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا، أنا آسفة جداً. لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي، أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. هذا صحيح، الأغراض المميزة أمر جميل، أنا عندي بعض الأغراض. هل تعجبك هذه الحلي؟ إنها جميلة جداً، لم أعرف أن عندك الكثير. ليست كثيرة، الحلي الباقية تركتها في العالم الواسع. العالم الواسع؟ تعنينا هنا؟ طبعاً، حلي موزعة في كل مكان ليتشارك فيها الجميع. المشاركة؟ أجل بالطبع، هل يمكن أن تضعي هذه العلبة في العالم الواسع؟ أظن أنك وجدت الحل لمشكلة رومبا يا روزي. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها؟ لكنها الآلة المفضلة لديها، إنها فعلاً مفاجأة. آلتي! كفى! أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا، لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا، ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا، وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا، علبة الألعاب المشتركة. أوه شكراً يا روزي، علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها. وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة. مقابلة فتاة الأسنان. 7 8 9 10 أرتشي أنا آت، هل أنت مستعد؟ أرتشي مستعد دوما. ها؟
أين أنت؟ أوه، هذا شعور غريب. هناك سن في تفاحتي. افتحي فمك يا لين. رائع، سنك وقعت. أوه، دعيني أراها. ها قد وجدتك. أوه، نسيت أن أختبئ. أنا لم يسقط لي سن من قبل. سينمو لك سن جديد. فكري قليلاً، لو وضعتي هذا السن تحت الوسادة الليلة. أجل، فتاة الأسنان ستأتي لتأخذ سنك، وربما أيضاً تضع شيئاً مكانه يا لين. لطالما حلمت برؤية فتاة الأسنان يا روزي. الليلة سأقابلها. هذا سهل جداً، الفلامينجو. أحسنتي، ماذا عن هذا الطائر؟ البطريق. لا، بل الحمام. بلبلة، أرجوك اخفضي صوتك قليلاً. صوتي؟ نعم، كيف يمكننا أن ننام مع كل هذه الجلبة المزعجة؟ أنا مزعجة؟ أنا أعجز عن الرد. الهدوء أخيراً. ما نوع التاج الذي سترتديه فتاة الأسنان في رأيك؟ لست واثقة. وثوبها، لطالما تمنيت أن أعرف كيف تبدو فتيات الأسنان. وأنا أيضاً. أيمكن أن ننام أنا ورومبا هنا الليلة؟ فكرة رائعة، يمكننا دعوة الجميع. نعم، حتى يراها جميع الأصدقاء. مزعجة، قالوا إنني مزعجة. أو حقاً؟ حسناً، هل أنا مزعجة؟ ليس دائماً، فقط عند الضحك. هذا يكفي، أنا لن أضحك مجدداً أبداً. ربما لا تريد بلبلة الضحك، لكننا سنضحكها. أهلاً كرز، أهلاً أرتشي، أنا ولين أعددنا كعكاً لفتاة الأسنان. هل لي بواحدة؟ أسفة يا أرتشي، هي لفتاة الأسنان. مرحباً. حان ميعاد وضع لافتة لفتاة الأسنان. مرحباً بالجميع، هل هذا هو المكان يا لين؟ نعم، الآن ستستطيع إيجاد فتاة الأسنان. زائرتك تعرف طريقها بالتأكيد، لو كانت تنوي زيارتك. نعم، لكن فتاة الأسنان منشغلة للغاية، وأنا أريد مساعدتها بقدر الإمكان. شكراً يا بينون، هل تريد أن تأتي لترى فتاة الأسنان؟ نعم، سوف نبات جميعاً لنراها. كل ما هنالك يا لين، سمعت أن فتاة الأسنان تأتي فقط حين تنامين. لكن كيف سأراها بينما أنا نائمة؟ سأساعدك، سوف أجعل نفسي غير مرئي. حين أختفي لا يستطيع أحد أن يراني. فتاة الأسنان لن تعرف أبداً أني موجود. هذا إن أتت بالفعل. حسناً، إذن أرتشي سوف يخبرني كيف تبدو حين أصحو في الصباح الباكر. بالتأكيد. بأقصى سرعة. أقفز، أحب الكعك. أقفز، أقفز. بلبلة ليست حزينة بسببكم يا حبات البلوط. بلبلة لن تضحك بعد اليوم. أنا لن أقبل أن يصفني أحد أني مزعجة. أنا لن أضحك مرة أخرى. لا تقلق، لن تستطيع أن تبقى هكذا طويلا. أشياء لامعة. فتاة الأسنان ستتبع الآثار اللامعة حتى تصل إلى وسادتي. سوف تبدو مذهلة. ستبدين سخيفة لو لم تأتي الليلة. مؤكد ستأتي. أي طائر أقلده؟
دجاجة. والآن فلننفذ الخطة باء. حبات البلوط. ننتقل إلى الخطة جيم. هل تعطيني ريشة يا ونيس؟ ماذا؟ هذه قصيدة خاصة للترحيب بفتاة الأسنان. قصيدة؟ يا فتاتي اللامعة، أكانت رحلتك رائعة؟ أتمنى ألا تكوني أتعبت جناحيك لتأتي لأحبابك. أهلا بك في حديقتنا، هيا أريحي عصاك وافردي جناحيك. ربما أكون ذات يوم مثلك، لذا أخبريني بأمورك السرية. أنا لم أنتهي بعد يا بينون. وأخيراً بعد أن قطعت كل هذا المشوار، فلتخبريني بكل الأسرار. عصاك مصنوعة من الصفصاف، فهل تضعينها فوق اللحاف؟ لقد تغيروا منذ توقفت بلبلة عن الضحك. لا تقلقوا يا حباتي البلوط، سأدغدغها بهذه كي تعود للضحك مجددا. بلبلة ستبدأ الضحك في أي لحظة الآن. أشعر بالحكة. هذه لك يا ونيس. أتشو. لا تحضري لي غطاء، فأنا سأبقى مستيقظاً ومستعداً لرؤية فتاة الأسنان. شكراً آرتشي. أهلاً رومبا، ماذا كنت تفعل؟ كنت أدغدغ بلبلة. ماذا؟ لا عليك. فتاة الأسنان، انتظرت طويلاً لأراك، والليلة سوف تأتينا للقائي. من الأفضل ألا أنظر. أوه، لا تنظر إليهم. كلا، لقد نظرت إليهم. أوه، فتاة الأسنان بالتأكيد لن تمانع إن أخذت كعكة واحدة صغيرة. آرتشي، لا تحدث ضوضاء. آرتشي، هل أنت بخير؟ لقد أيقظتني، أنا مستيقظة. الآن لن تأتي فتاة الأسنان. هدية بسيطة من أجل نزهة إفطار فتاة الأسنان، هل ستعجب لين؟ أنا أثق في ذلك. أريدها أن تكون سعيدة، أنا نادم لأني أيقظتها. لا عليك يا آرتشي، لا أظن أن فتاة الأسنان كانت ستأتي. اسمعوا، لقد جاءت. انظروا، تركت لي فتاة الأسنان هذه الأشياء، ومعها صورة جميلة لها. ماذا؟ رائع، لقد جاءت، لقد جاءت حقا. أين تلك القصيدة؟ هنا. لدي سن ستنخلع أيضا. أيتها الأنسة، يا فتاتي اللامعة، أكانت رحلتك رائعة؟ أتمنى ألا تكوني أتعبت جناحيك لتأتي لأحبابك. أهلا في حديقتنا، أريحي عصاك وافردي جناحيك. ربما أكون ذات يوم مثلك، لذا أخبريني بأمورك السرية. عصاك مصنوعة من الصفصاف، فهل تضعينها فوق اللحاف؟ هذا أفضل. أتعلمين؟ أصلحوا أن نكون فتاة أسنان. لماذا يا رومبا؟ لدي عصا متميزة للغاية، إنها تضحك الناس. كلا، توقفي. أنت محق يا رومبا. لم أدرك أن عمل فتاة الأسنان ممتع هكذا. كرز البطل. هات الملقة يا رومبا. ستقدرين يا روزي؟ أنا أحاول.
استمتعت وأنا ألعب بطائرتي الورقية، لم أنتبه للأشجار. هي هي ياي. أوه لقد تمزقت. لا تخف يا رومبا، سنصلحها، لكن لا تقترب من الشجر في المرة المقبلة. لن أفعل. ما هذا؟ يبدو أن أحدا ما في ورطة. ساعدوني لين، ما المشكلة؟ إنه بوني. أنا لا أراه هنا. وضعت لين بوني على حافة الجسر فوقع. أنقذوه. تعال هنا يا كموني، لا تفكر أبدا في الاقتراب من المياه. نحتاج إلى شيء نمسكه به. صحيح، ملقة الطائرة. أحسنت يا رومبا، أمر سهل. روزي أنقذتي بوني، شكرا لك. أنا ورومبا أنقذناه في الواقع، هذا ملقة طائرته. ما المشكلة يا لين؟ سمعتك تصرخين. أنتما بطلان. بطلان؟ روزي ورومبا أنقذ بوني. كان يمكنني هذا. روزي الخارقة. رومبا الخارق. ليس خارقين، هما حتى لا يرتديان ملابس الأبطال. أي أحد قد ينقذ بوني؟ لاحقاً، إذا احتاج أحدكم لمساعدة فليناديني. تادا! ما رأيك يا أرزا؟ كرز، لما تضع قناعاً؟ لأنني الآن لم أعد كرز. لم تعد؟ لا، أنا كرز الخارق. سأبحث عن شخص أنقذه لأثبت للجميع أنني البطل الخارق الوحيد، لا روزي. سيكون يوماً حافلاً بالمفاجآت. مرحباً بك يا كرز، ما الجديد؟ أنا كرز الخارق وهذه سيارتي الخارقة. فكرة ذكية. أبحث عن شخص أنقذه. يمكنك إنقاذي من هذه، لم أنم جيداً الليلة. أنا أقصد إنقاذاً حقيقياً. أنا واثق من أنك ستعثر على من يحتاج إلى الإنقاذ أيها البطل الخارق. واحد، اثنان، نضعه هنا. لا تبتعد يا كموني، لا أريدك أن تضيع مني. حسناً. سبعة، كرز الخارق هنا لإنقاذكم. عشرة. ها تفضلي يا لين، أنا أنقذت دبك. لكنه لا يحتاج إلى إنقاذ، بوني كان مختبئاً. ها ألا تحتاجين العون؟ ساعدني في العثور على بينون وكمون، نحن نلعب الغميضة. الخارقون لا يلعبون الغميضة أبداً. ها كرز الخارق هنا لأجلكما، أتريدان المساعدة؟ لقد أصلحناها أنا ورومبا. عادت جديدة. تقريبا. لا أحد يريد مساعدتي، ساعدني لتطير هذه. وجدتها. إذا علقت طائرة رومبا سيطلب مني إنقاذها، عندها سأكون البطل، أنا كرز الخارق. آسفة يا رومبا، لا توجد رياح وهناك شجر كثير، ستعلق طائرتك مجدداً. أوه كرز الخارق سيساعدك، أنا سأطير الطائرة. حقاً، رائع، لا حاجة إلى الرياح مع كرز الخارق. تذكر لا تقترب من الأشجار، بل سأمر بين الأشجار. أوه طائرتي ليس مجدداً. هي أقصد لا أصدق، سأنادي روزي ستنزلها لي. لا تحتاج إلى روزي، أنت معك كرز الخارق.
إنها تتمزق. توقف، نحتاج إلى روزي. سأنزلها قبل وصول روزي. هيا. انزلي. طائرة حمقاء. طيران ناجح يا كره. إنها عالقة، ألا ترين هذا يا بلبلة؟ وأرى أنك تحتاج إلى بعض المساعدة البلبلية. لا 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 أحتاج، كرز الخارق سينقذ الطائرة. كرز الخارق؟ من العيب أن تضحكي بدون سبب. كرز الخارق. هيا انزلي الآن. لماذا تضحك بلبلة؟ لا تهتم، كرز ستساعد هذه في إنزالها. التقطتها، تدا، تمت عملية الإنقاذ. هذا بفضل كرز الخارق. أوه، هذه طائرتي؟ آه، لأنك طيرتها قرب الشجر مجدداً يا رومبا. حقيقة إنها غلطتي أنا، أردت أن تعلق طائرة رومبا كي أكون البطل وأخلصها. أتقصد أنت تعمدت هذا؟ نعم، آسف يا رومبا، أعدك أن أصلحها. أنا بطل فاشل. روزي، كرز، هل رأيتما كمون؟ ألم يكن معك؟ لا، كنا نلعب الغميضة لكننا لم نعثر عليه. جميعنا سنبحث عنه، مستعدون؟ بالطبع، سأبحث في الملعب. ابحثوا عند الأراجيح، لا تخف يا بينون، سنعثر عليه. كمون، أين أنت؟ يا كمون. ليس هنا. أين عساه يكون؟ هل هو هنا؟ للأسف لا. لا تخف يا بينون، كمون في مكان ما، سوف تعثر عليه. يا كمون، ترى أين أنت؟ شيء غريب، أحدهم في المتاهة. ترى هل هو؟ يا كمون، هل أنت هنا؟ خالو بينون. يا كمون. هنا. يا كمون، عرفت أنه أنت. كرز. بطل. هيا بنا يا كمون لنعد إلى الأصدقاء. لقد أخبرته ألا يبتعد. كموني. خالو. كان في المتاهة. أوه، عدني ألا تبتعد عني مرة ثانية. أنا آسف. كيف عرفت مكانه؟ لاحظت أن الأعلام تتحرك. ملاحظة ذكية. أنا فخورة بك يا كرز. شكرا لك. ربما يجب أن نناديك كرز الخارق منذ الآن. أفضل أن أبقى كرز فقط. لكن يجب علي القيام بعمل الخارق أخير. ها؟ ولما هذه؟ فكرة كرز خارقة مثله، صح يا رومبا؟ نعم، أصبحت طائرتي خارقة بفضل ردائه. جيد أننا لسنا بطلين خارقين، وإلا سنضطر إلى إنقاذ الآخرين طيلة الوقت. معك حق، ولن نستطيع النوم. ونتوقف عن تناول طعامنا لنساعدهم. على ذكر المساعدة، سأساعد نفسي. رومبا، الفراولة أجمل هكذا. أضحكتني يا رومبا. أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟
لا شكرا يا روزي. النمور، القمر، سمعتها كلها مئات المرات. أريد حكاية جديدة. حسنا دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعا كالأسد، فمشى مسافة طويلة جدا جدا عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قاربا صغيرا فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي روزي، ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. آه حسنا نعم. وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج، وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا كرز، أهلا بينون. لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعا كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقيا، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات. أكمل يا رومبا. شكرا للمساعدة، عندي أدوات كثيرة علي ترتيبها. لنرتب الأشياء حسب الألوان. روزي، هذه بلبلة، ماذا تريد؟ مرحبا يا بلبلة. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن لحق الباندا الأحمر بالبومة الحكيمة الزرقاء. عما تتحدثين يا بلبلة؟ إنها حكاية رومبا قبل النوم. أنا أحب الباندا كثيرا والبوم، أخبريني إياها. وأنا. حسنا، صنعت لك مزلاجا يا بينون كي نتزلج معا. شكرا. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضا، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضا. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم، فكرة رائعة. لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسنا سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكرا يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. الحكاية المتميزة يلزمها مسرح متميز. والآن هل نذهب للتزلج معا؟ حسنا يا كرز. طب
سوف تسرع كما لم تسرع من قبل، أليس هذا رائعاً؟ الحضارة ابتلت شديد. من الأفضل لو كان المكان منبسطاً. ها، سأكون معك طوال الوقت يا بينون. 3، 2، 1، انطلاق. أنهيت الجزء الأصعب بنجاح. بينون، هل أنت بخير؟ نعم، أظن ذلك. سأصلح هذا وستعود سريعاً إلى التزلج. أنا أصلح للمشي لا للتزلج. آسف يا كرز، أنا لست بارعاً في هذه الأمور. أوه روزي، بحثت عنك في كل مكان، ماذا حدث؟ لا أعرف كيف أنهي الحكاية، فكرت فيها طويلاً. سيخيب أمل الجميع بسبب هذا. رائع، الساحة تبدو مدهشة، نحن متشوقون. لا تقلقي، سيأتي الباندا الأحمر ويخبرنا عما حدث، سترين. ولكن يا لين، الباندا الأحمر غير حقيقي. بينون، اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة و... ثم... هناك تغيير في الخطة، حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلا شجاع جدا. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكرا لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر والبومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي.